أحب أبارك لدار لوسيل تدشين الموقع الإلكتروني والأبليكيشن الخاص بالكتب الإلكترونية. أطلقنا تطبيق للأجهزة الذكية والتطبيق الروضة لتوزيع الكتب بثلاث صياغ: إلكترونية وورقية وسمعية. نقدر نطبع كتاب بأي لغة، ولكن نحن عندنا سياسة في الدار لا نطبع قبل التقييم، ففي عنا إدارة التقييم قيم الكتاب أول شيء إذا كان يتماشى مع سياسة الدار. هذا الموضوع كتكنولوجي قابل للتطوير كتير، والآتي أعظم مش حنفصل عنه اليوم، حننتظر معرض الدوحة الدولي للكتاب 30 عام 2019 إن شاء الله.